الجنسية والمواطن. الجنسية والمواطن. برنامج أسبوعي مباشر. برنامج أسبوعي مباشر يعنى بأهم الأمور والمعوقات في الجنسية والبطاقة الوطنية، شهادة الجنسية وجواز السفر. الجنسية والمواطن. برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد الساعة 11 صباحا من إذاعة الداخلية. الجنسية والمواطن. الجنسية والمواطن. في الإعداد والتقديم العميد مناظر الساعدي، في التنسيق طارق المندلاوي، في الإخراج خالد الحجامي. الجنسية والمواطن. الجنسية والمواطن. حياكم الله أحبتي مستمعي إذاعة وزارة الداخلية ومتابعينا ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونرحب بكم أجمل ترحيب أينما كنتم، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الجنسية والمواطن. بالتأكيد ما زلنا متواصلين معكم في تغطية أهم نشاطات المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة. اليوم راح نسلط الضوء على واحدة من هذه المديريات الهامة والتي تقدم خدمات جليلة للمواطن الكريم، ألا وهي مديرية الشؤون الجنسية، وبالتحديد راح نتحدث عن قسم جنسية الكرخ الثانية، يعني بين قوسين شهادة الجنسية حتى نوضحها للمستمع والمتابع. اليوم بضيافتنا السيد العميد عبد الله حمزة عباس، مدير قسم جنسية بغداد الكرخ الثانية. صباح الخير سيادة العميد. صباح النور. الله الله. مسرورين بحضورك وتلبيتك الدعوة. الله يسلمك، وأنا من خلال برنامجك أحيي كادر إذاعة وزارة الداخلية وجميع مستمعي وزارة الداخلية مستمعي الإذاعة. اليوم احنا سعداء جدا بتواجدك معنا، لا سيما حضرتك من الضباط المتميزين في هذه المديرية. إن الشرف عبيد الناظم. الله يبارك بك. ننوه أيضا أن أرقام إذاعة وزارة الداخلية ستكون متاحة لاستقبال مناشداتكم واتصالاتكم القانونية لإيصالها للجهات المسؤولة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وإن شاء الله ما نقصر وياكم. أنا ومن يقف خلف المكسر المخرج المبدع خالد الحجامي اللي غاب حلقتين كان يتمتع بإجازة أو أكثر، وأيضا يساعده أريان محمد مخرجنا الحبيب، وطارق يتبسم يقول شو ما ذكرت اسمي. بالتأكيد لك دور كبير طارق المندلاوي البطل، المتابع لكل شاردة وواردة في برنامجنا خلال البث وبعد البث، ويوافيني بتفاصيل كل طلباتكم ومناشداتكم القانونية، وبالتأكيد هو ممثل قسم الإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وهنالك تعاون كبير من قبل السيد العميد ضرغام مدير القسم، وأيضا لا ننسى جهود النقيب أنس الضابط المتميز اللي يتابع دائما مناشداتكم حول موضوع نقل النفوس ويقدم المساعدات بعد أن يعرضها على السيد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة سيد اللواء رياض الكعبي. تحياتنا سيادته. سيادة العميد، بداية يعني تعرف موضوع شهادة الجنسية أيضا موضوع مهم جدا، رغم العمل بموضوع البطاقة الوطنية منذ سنوات، لكن ما زال العمل جاري، الناس تحتاجها، جاي تراجع لأن هي من تثبت عراقية المواطن. لذلك بداية حدثني عن الرقعة الجغرافية، موقع دائرتكم، كثير من التفاصيل اليوم نريد نعرف المواطنين عليها. بالضبط عميد مناضل، احنا قسمنا قسم جنسية بغداد الكرخ الثانية تم افتتاحها في سنة 2012. نعم. وهذا القسم خاص بالبداية كان خاص بمواطنين اللي ساكنين قضاء المحمودية والنواحي التابعة له. نعم. بس بالوقت الحاضر تم شمول جميع مناطق بغداد، يعني أي واحد أي مواطن من سكنة محافظة بغداد يقدر يراجعنا. يعني كرخ ورصافة؟ كرخ ورصافة. هذا فقط أنتم لو كل الدوائر أيضا، ورصافة مثلا كذلك يستقبل كل
بالضبط كل الدوائر. الدوائر. يعني من جملة الإجراءات تسهيل إجراءات المواطنين. تقليل. تسهيل الروتين القضاء بالضبط. على الشكلية، وهذا واضح من خلال تعليمات معالي وزير الداخلية المحترم السيد عثمان الغانمي اللي دائما يأكد على هذا الموضوع. نعم، وأي مواطن من سكنة محافظة بغداد يقدر يراجعنا وبكل سهولة، يعني ماكو تعقيدات بها بغض النظر عن بطاقة السكن مالته. نعم. كادر ايش قد عندك سيادة العميد؟ والله كادر يعني حدود ال يعني 23 منتسب. نعم. بين ضابط وموظف وموظف ومنتسب عسكري. 23 تقريبا. تقريبا شيء تقريبي، يعني احنا نعرف فترة الصيف يكون هنالك زخم اكثر. بالضبط. هنالك من يراجع البطاقة الوطنية، يحاولوا يقولوا له استصدر شهادة جنسية، تعرف لان اكو شهادة جنسية ما بها أوليات اللي قبل 2003 بفعل اللي تعرضت لأعمال التخريب والحرق. هاي بحث آخر، هاي أي مواطن عنده جيم بغداد، جيم بغداد، جيم بغداد يعني محفظة. من جنسية بغداد صادرة. نعم، هذا موضوع جيم بغداد نتمنى أن يتوضح بشكل أكثر للمستمع والمتابع، لكن بعد أن نتلقى أول اتصال اليوم المواطنين مستعجلين والمخرج وطارق أيضا مستعجلين على الاتصالات. نقول ألو. صباح الخير. صباح النور. منو معاي عفوا؟ عادل شيخ موسى من الموصل. عادل شيخ موسى من محافظة الموصل الحبيب، أهلا بك وأهلا بناسنا وأحبتنا في محافظة الموصل الحبيبة. تفضل أخ عادل. الله يسلمك. نعم. أخي بس على مود شارة التجنس. نعم. نحن صار لنا 60-70 سنة بالموصل. نعم. يعني نحن منبعنا قراد من تركيا، بس نحن وبهاتنا ولدنا بالموصل. معاك السيد العميد عبد الله طبعا ضيفنا، وهو من الضباط الاكاديميين والمتميزين في مديرية شؤون الجنسية. وجه له سؤالك بالتفصيل، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ العزيز، نحن مقيمين بالموصل ابا عن جد، ولادتنا موصل. بالضبط. وما عندنا لي حد الان ما جنسونا. وإقايم ما ينطونا، هاي من بعد النظام السابق إقايم ما ينطونا. انت ونحن حيل سيدي بس والله صحيح، نحن حيل مضرور، حيل مضرورين يعني. يعني لا عندنا طفل يقدر يكمل مدرسة، لا عندنا مريض يقدر يطلع. نعم. خارج القطر. راجعت مديرية الشؤون الجنسية؟ الراجع يريدوا منا شغلات تعجيزية، يريد مني جواز تركي. إذا أنا وأبويا وولدنا بالموصل، أنا منين أجيب الزوج جواز تركي؟ يا أخوي تراجع مديرية الشؤون الجنسية، قسم التجنس هو الخاص به. هاي استاذي راجعنا وقدمنا، ما عاد اقول لك يريدون منا جواز تركي. نحن مولودين بالموصل، منين يجيبون جواز تركي؟ نحن ما طلعنا خارج القطر نهائيا منذ الولاده. نعم، انت اصلك اصل يعني والدك يعني شنو جنسيته؟ نحن كراد من تركيا، يعني حسبونا من التراك. لا هي نعم. قسم التجنس، قسم التجنس اختصاص اخوي، تراجعه. احنا بس العراقي عبيد منوري. نعم. لا كمعلومة شلون يتصرف اذا ممكن توجه؟ لازم يراجع قسم التجنس طبعا. راجعنا حاليا، عندنا معاملات بالكرادة بغداد. نعم. تراجع الى مديرية شؤون الجنسية بالكرادة. 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 مديرية شؤون الجنسية، قسم التجنس موجود. السيد العميد ثار عبد الصقر مسؤول على هذا الموضوع، وراح نعود مع طارق تتواصل معه وتتصل لنا بالسيد العميد حتى يبدي لك المساعدة طبعا في ضوء المستمسكات القانونية المطلوبة. تعرف موضوع التجنس موضوع يعني محكوم بقوانين. أخ عبد الله، استاذ نحن قدمنا على جنازتي وراجعنا بغداد وراجعنا الموصل، بس يريدون منا شغلات تعجيزيه. هاي الموضوع لو يريد منا مثلا بيان ولاده موصل يقدم على جنسيه عادي. نعم. منا جواز تركي، هذا القرار مالهم، نحن ما عندنا جواز تركي. نعم. يعني بس نريد تسهيلات شويه. وانت تعرف اكو امور تصطدم بالقانون. احنا راح نتواصل مع العميد ثار عبد الصقر ويتواصل معك بالكنترول طارق، خذ لنا تليفونه وشوف شنو التسهيلات القانونية اللي يقدر يبديها لك. شكرا لاتصالك أخ عبد الله، نورتنا باتصالك. شكرا. أهلا وسهلا بك. أكو اتصال آخر عندك ولا نتحاور شوية؟ جيد. إذن إحنا وين توقفنا سيادة العميد؟ على المواطن الحاصل على شهادة جيم بغداد. جيم بغداد. يعني من جيد. جنسية بغداد. جيد. قبل مركزوا يعني. زين. لا. زين. نعم. قبل تاريخ 9/4/2003. جيد. اي شهاده صادره من هذا قبل هذا التاريخ ومن جنسيه بغداد بامكانه مراجعه اي
قسم بغداد. بغداد قسمنا او قسم الكرخ. شي يقدم شي يقدم مستمسكات حتى يصدر، اما يجيب اسناد لاحد ذويه والده الاسناد يعني حتى اذا عنده شهاده جنسيه او بطاقه وطنيه تعتمدوها اسناد البطاقه الوطنيه لان من صدرت تم الاعتماد على شهاده الجنسيه. زين هاي جيم بغداد، خلينا نوضح المكان اللي بوقتها حصلوا عليه، يمكن بالخلاني بالسنه. نعم يعني اللي مراجع لهاي الدارة، بالضبط هو جيد. يقدر يستبدلها من أي قسم يريده. جيد. من عدنا أو من الرصافة أو من الكرخ الأولى أو حتى من الكرادة. حتى من الكرادة. نعم، عدنا اتصالين، خلنا نأخذ اتصال الأول. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، من معاي؟ عفوا، حسن عبد الستار الغلامي من الموصل. يا أهلا وسهلا، اليوم منورينا ناسنا وهنا بالموصل الحبيبة. حسن نورتنا، تفضل أخي الكريم. عندنا مشكلة صور القيد، يعني الصورة والسجل. عندنا الولادات واليوم سنة الولادة مخفي، ما كان صورونه كامل، فكل ما أعمل معاملة لما أروح أجيب أجيب شهادة ولادة. ليش مرة واحدة تتعدل؟ هي مرة واحدة ليش كل مرة؟ ما حد كل مرة أروح أجيب نفس الحالة. عندي والدي مواليد 35 35 مسجل في تعداد 57، مسجل في أغلبهم مسجلين 1-7. إيه مسجل في تعداد 57، من صارت البطاقة الموحدة صار عندنا هذا الإشكال. المشكلة نعم. السجلات هذا المواطن أشنو ذنبه يتحمل يروح يجيب بيان ولادة؟ لا هذا يصحح مرة واحدة، يعني كم مرة دزوك؟ أنا كل ما أعمل عملت بطاقة موحدة نفس الحالة رحت جبت وفيات، تعمل صورة قيد ولادة مع صحة صدورها. فعلا هذا الإجراء مرهق. لكن اليوم انت من بعد حصلت على البطاقه الوطنيه انتهى هذا الموضوع بالنسبه لك. ما اعتقد احصل على البطاقه الوطنيه، عندي مشكله الاخ الاخرى انه اللقب كان غلطه بينه اخوي غلامي. نعم. واني سجلوني فلاحي، الكتابه قبل كانوا يكتبون الميم من فوق. نعم. فكتبوها فلاحي، فانا غلامي الميم سووها من فوق. اي دائره حضرتك؟ الموصل الايمن الايسر؟ الايسر موصل الايسر. وعندي شكوى اريد اقدمها لسياده الوزير. نعم. ابو الايمن رحت عليه تستجيب قصه صفحه صدور للجدي ابو والدتي. ايه؟ قال لي ممنوع انه تتابع يا ابو، هذا جدي ابو والدتي واخواني كلهم ميتين، فما عندي اي حل انه لازم انا اتابع المعامله ابو رايد. زين الجدي ليش خوالك ميتين كلهم؟ كلهم ميتين. اي نعم. لا من حقه يراجع قانوني. أخي حسان يقول لي لا ما تمشيها إلا تجيب واحد من الورثة الرجال. هي صورة قيد المن؟ صورة قيد أي دارة؟ قسام شرعي عندك؟ صورة قيد ليش؟ حتى على بيان صورة القيد مال جدي أطلع مواليد والدتي. والدتك متوفية أيضا لو موجودة؟ لا طيبة. أخذت والدتك وياك تراجع؟ شون؟ أخذت والدتك لو ما أخذتها للدائرة المعنية؟ ليش؟ ما أخذت كبيرة ما تستمشي يطلعون؟ لا أخذها ويطلعوا لها باب الدائرة، شنو المشكلة؟ المشكلة مرة كبيرة، يعني أنا أتابع ليش أبوي وكالة لها؟ يعني أنت إيه يعني أنت خيط مال جدي، من تحط فوق خيط الجدي؟ يعني انت والدتك على قيد الحياة، مع ذلك حتى نبدي لك المساعدة أخ حسن عبد الستار. راح نتصل بالسيد العميد خالد عوني طبعا، والرجل شهادته بي مجروحة متعاون جدا حسب معلوماتي، ودائما نتصل بي. رح تمر استاذ خالد، ما الشرطي ما خلاني دفوت. لا احنا راح نتصل وانتظر وتابعنا. نعم تشرح لي القضية، وهاي المشكلة يعني على الوفيات والولادات، دائما الجنسية تحول على الولادات والوفيات. الوفيات الولادات بالموصل تقريبا يعني باليوم بالألف 1500 ولادة بنينوى. فأنت المشكلة الولادات عندي إصدار شهادات ولادة ويرجعون. نعم. الجنسية تحول عليها فيصير دخل على الولادات شيء ما طبيعي. ما شاء الله إنتاجكم قوي بالموصل الحبيبة.
انتاجكم قوي بالموصل الحبيبه. اي ما انت الموصل تقريبا يعني اذا تعداد يكون 4 ملايين ما 4 ملايين 6 ملايين شخص على وصلت الفكره. وحسن اخ حسن تابع البرنامج حبيبي. راح نتصل بعميد خالد سواء حصلناه بالبرنامج او بعد البرنامج وراح تتوجه له وتكون شغلتك مقضيه ان شاء الله. حاضر وممنون حاضر وممنون وهذا واجبنا وتدللون علينا هنا وناسنا بالموصل الحبيبه. الله يبارك فيك خادم ربك. خالد تابعنا البث المباشر موجود بحاسبه البث جيد لان مدى يطلع لي خاف تعليقات البعض ناسنا ومتابع جيد جيد. صراحه احيانا يعني مواطن متوجه للسيد المدير خليه قابله خليه يشرح له مشكلته. يعني انت مثلا منتسب احكي الصورة صحيحة. هذه تصرفات فردية صراحة لا تمت للمؤسسة الأمنية والخدمية بصلة. انت يعني شوف شنو موضوعه وصله للسيد المدير. لا اهم شيء احنا هدفنا هو خدمة المواطن. خدمة المواطن يا اخي. واحنا عميد خالد عوني يعني انسان متعاون ودائما نتصل به ويبدي المساعدة للمواطنين اللي يتوجهون له. لكن انه ما يصير انه اني امنع مواطن جاي للمدير. شنو يعني؟ مو لا مطعم وانا متاكد ما يدري بهذا الموضوع. واذا درى بهذا الموضوع انه راح يتخذ اجراءات طبعا مو صحيح. ودائما خالد عميد خالد يجوز يتجول بين المواطنين ما يقول له يتجول يقول له لا تدخل. ليش يعني؟ ما اعرف. ان شاء الله نتمنى نتجاوز هذه السلبيات وتبقى دوائرنا بخدماتها المتميزه. يوم صراحه شهادتنا مجروحة بدوائر التابعة لوزارة الداخلية لكن هنالك متابعة كبيرة يعني ابتداء من رأس الهرم السيد معالي وزير الداخلية عثمان الغانم المحترم السيد الوكيل الأقدم مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تأكيد على خدمة المواطن تجاوز الروتين والشكلية. وبالفعل إنتاجية مؤسساتنا ودوائرنا إنتاجية كبيرة جدا صراحة بالنسبة للجنسية جاية تحدث. إذن إحنا كنا نتحدث عن موضوع شهادة الجنسية ووين يقدم. فهذه الدائرة بالنسبة إنه تعتمدون البطاقة الوطنية كإثبات شخصية أيضا. نعتمد البطاقة الوطنية كإثبات شخصية وثيقة رسمية ونعتمدها كإسناد. كإسناد كم مواطن يدخل لكم خلال فترة الزخم بالصيف حاليا؟ والله عميد مناضل يعني يتجاوز 60 إلى 70 هذا من غير التأييد الرعوية للبطاقة الوطنية. نعم يعني نصدر احنا نصدر شهادة. نعم عدا هاي الكتابات مال إثبات الرعوية بالضبط صحة صدور. اي صحة صدور تجينا من الدوائر العقارية. نعم جيد نتحدث عن هذا الموضوع بعد أن نأخذ بهذا الاتصال السيد العميد خالد عوني مدير جنسية نينوى. صباح الخير سيادة العميد. اهلا وسهلا سياده العميد. احنا قناتكم الموقره. الله يبارك فيك. احنا طبعا كل حلقه جاي نتصل بحضرتك لان صراحه انت متعاون جدا مع برنامجنا وسمعتك طيبه وتقدم الخدمات لكل المتصلين وناسنا واهلنا بالموصل الحبيبه. في كل حلقه يتصلون يطلبون مساعدتك وندري بك ما تقصر سياده العميد. ان شاء الله ما نقصر هذا واجبنا. الله يبارك بك. المواطن حسن عبد الستار طبعا هو مراجع للموصل الايسر يقول كل ما اراجع يطلبون مني صوره قيد ولاده مع صحه صدور. يقول غير مره واحده تطلب حتى اكمل اجراء. ليش كل مره يطلبوها؟ قلت له اكيد راح يبدي لك مساعده سيد العميد. موضوع اخر عنده مراجع للموصل الايمن لمراجع للعقيد الاخ العقيد حسان فيراجع على صوره قيد الى خواله يعني اهل والدته باعتبار لتصحيح اضافه اليوم والشهر الوالدته تعرف سياده العميد ما موجوده. فيقول له الا يراجع واحد من ذويها. يقول خوالي انا يعني كلهم متوفين فاريد مساعدتك بهذا الصدد. خلي يراجعني خلي يراجعني بابنا مفتوح ان شاء الله ونقدم لك كل التسهيلات. موضوع اخر نحب ننوه عليه وانت انا اعرفك ميداني ما توعد بمكتبك تتجول على المواطنين والدوار. قول انا
طلبوا تواجه السيد العميد وأكو ناس يمه أو منتسب يمه منعني من الدخول، فنتمنى نتجاوز هذا الموضوع. ويجوز أنت ما موجود بالمكتب ما يقول له ما موجود، يقول له ما يقابل مواطن. يعني الناس جاي يصوروك ويدزونا صورك بنص المواطنين تتجول أنت. أنا دائما أحسب توجيهات الوزارة، أنا دائما متواجد في باحة المديرية وأتجول بين الأقسام. فعلا ويعني ما فقط أنا وإنما الكادر الإداري كله. نعم. يتجول لما ما أكو زخم بالإدارة، زخم العمل ينزل كله يتجول في سبيل تقديم المساعدة للمواطنين وتوجيههم إلى الأقسام المعنية. فعلا يجيني المواطن الله يبارك فيك سيادة الأمير، الله يبارك ونبي فيك ونبيله كل التسهيلات إن شاء الله وما نقصر عليك. المواطن حسن عبد الستار راح يتوجه لك، وإن شاء الله أيضا كإجراءات تتمنى أن المواطن الصورة يكون معك إلى إنجاز حين إنجاز معاملته حتى ننوه عنه هذا الموضوع. وربي يبارك بك وبجهودك المميزة وبجهود كادر جنسية الموصل الحبيب. تحياتنا لك ولكل كادرنا ولأهلنا في الموصل الحبيبة. تحياتي لكل مستمعيك الكرام. شكرا جزيلا. شكرا سيادة العميد، شكرا جزيلا. هنشوف الرجل ميداني يتجول مثل ما تحدثنا يعني، وعندنا معلومات والناس جاي يراجعوه. اليوم صراحة الناس متراجع لي شهادة الجنسية بالمحمودية، ينطون فكرة عن سيد العميد عبد الله، وينطون عن عمله، عن إنجازاته، عن أسلوبه الراقي بالتعامل مع المواطنين. فالإنسان سمعته السبقة صراحة. بالضبط عميد ناظر، هو يعني بس حالة فردية ما تعكس مو صحيح صورة أكيد منتسبين أو لا لا أكيد. إحنا قلنا هذه حالات فردية لا تمت لي المؤسسة الأمنية بصلة والخدمية صراحة يعني. إذن سيادة العميد موضوع آخر يعني، الأعمار اللي صرفوا لهم شهادة الجنسية زاد أعمارهم كافة الأعمار ما كل عمره يوم واحد. لا أبد يعني المواطن مخير يعني يصرف له أو حديث الولادة راح يطلع بطاقة وطنية جوازات. نعم. لو عمره شهر هو لازم شنو شهادة جنسية، فيضطر المواطن يراجعنا، فإحنا كل التسهيلات مفتوحة. جيد. كافة الأعمار نصرف له شهادة. كافة الأعمار المستمسكات اللي يطلبوها قلنا شهادة أو جنسية أو بطاقة إسناد وطنية إسناد أو البطاقة الوطنية بطاقة السكن الوالدة أو والدته أو أحد قد تكون جنسيته قديمة يعني ما تشابه الشكل الحالي. هاي إذا كان قاصر نعتمد على تعهد الأب. نعم. يتعهد الأب أنه هاي الصورة هي صورة ما تطلبون تأييد وهذا الروتين. أبد أبد أبد. جيد. أبد. جيد، هذا ضمن التسهيلات أكيد. بالضبط ضمن التسهيلات. زين. اليوم الحالات الإنسانية إذا رجل كبير بالسن، امرأة مقعدة، مريض، كيف تتعاملون معها سيادة العميد؟ نستقبله وإحنا مخصصين منتسبين خاص بالحالات الإنسانية بمكانة، إحنا نهيئ له الأمور كلها من بصمة. جيد. من قطع وصل من هذا تتسلم باليد يعني هو بمكانه. جيد. من نأخره خلاص. جيد. سيادة العميد آلية العمل كيف يعني؟ اليوم أنا مواطن حضرت دائرتكم كمواطن اعتيادي، ما أبرز عن شخصيتي. بالضبط. وأقدم المعاملة، كيف يبدأ ترويج معاملة الحصول على شهادة الجنسية العراقية في مديرية قسم جنسية بغداد الكرخ الثاني؟ أول ما يجي المواطن ندقق المستمسكات مالته، أهم فقرة هي ندقق المستمسكات مالته. نعم. وننطي استمارة. نعم. وإملاء الاستمارة يمليها أو صور. جي. وترجع لضابط التدقيق ومن ثم ضابط الموافقات والوصولات، يعني هاي كلها العملية ما تأخر أكثر من ربع ساعة. جيد. ربع ساعة. بالضبط. جيد. يتجول هو المواطن بالمعاملة ولا تستلموها من عنده؟ نستلمها من عنده من الوصولات من ضابط الموافقات يوقعها. نعم. للوصولات اكو مكان مخصص لاستراحة المواطنين داخل الدائرة؟ بداخل الدائرة مو قاعة ولا شو؟ لا قاعة موجودة. قاعة موجودة. قد يعني سعة القاعة تقريبا؟ يعني 50 مراجع تاخذ او اكثر يعني. جيد. جيد. وداخل الدائرة يعني مؤثثة وكاملة.
أتمنى إنه المواطن السلام معاملته يكون من الاستعلامات ويفتح سجل بالضبط. ويثبت اسمه ويوزع على ضباط شنو يسموا الضابط ضابط التدقيق وضابط الموافقات وضابط الموافقات تتنقل المعاملة ينادون باسمه بالضبط وإجراءاته. والمواطن لازم يعني من ضابط الموافقات لازم المعاملة بيد المواطن يعني حتى يتأكد من شخصيته. أكيد أكيد. لا هو راح يعني يذيع اسمه ويتوجه بالضبط. له لكن حتى المواطن ما يكون داير ما يتجول هو أصلا داخل الدائرة مثلا يكون مرشد بالدائرة يرتدي وشاح انه مرشد الدائره هذا يوجه تعرف اللي يعني الناس مو كلها على مع اعتزاز الناس على قدر واحد من الثقافه او حتى اليوم الانسان مثقف صراحه يدخ من يدخل دائره بالضبط. وين يروح كذا لما هذا مو احنا مجمع يعني اكثر من دائره انتوا اربع دوائر كم دائره موجوده البطاقه الوطنيه والجوازات وبطاقه السكن والشهاده شهاده الجنسيه من يدخل استريح توجه فلان وين معاملتك وجه الفلان وهذا يكون من الكادر المتميز يا حبذا يكون من كبير العمر يتحمل الضغوطات تعرف يعني ايضا اليوم الموظف يواجه ضغوطات طبعا مو صحيح وخاصه ويا المواطن والمواطن معذور زين اليوم كبير السن وراجعك ما يقدر يراجعك مرة أخرى تقدر تثبت حضوره مثلا حضورة. تختم على الصورة تقول له من باب المساعدة هاي من أولوياتنا هاي أثبت حضوره جي. إذا كان أي نقص بها أثبت حضوره وأحد ذوي يراجع يراجع ويستلم بالضبط ويستلم أثناء مكمل إن شاء الله سؤال أحيانا يثار دائما موجود مكان للبصمة في شهادة الجنسية هذا ممكن ما جاي يعمل به حاليا لا صراحة لا 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 هاي استبدلوا بختم يعني ختم ايه؟ الدائرة نفسه لا بصمة البصمة. المواطن بالضبط بدأ البصمة صار ختم يعني ختم الدائرة ختم الدائرة ايه. يكون هو ايه بالضبط هو الماشي يأيد حضور ايه. المواطن باعتبار حضار وهاي يمكن سؤال دقيق جدا مو بالضبط بس هذا أنا بالشهادات القديمة كان موجود ايه. هذا مربع خاص حق الخاص بصمة إبهام المواطن ايه. لكن احنا تحدثنا ان شاهده ما يبصم المواطن لا ما كل ما موجود هذا تم الغاءه يعني بالضبط جيد اذن موضوع اخر موضوع الوكالات تعملون بالوكاله الخاصه العامه الخاصه بالنسبه للمقيمين بالعراق وخارج خارج البلد اكثر الوكالات تجينا من خارج البلد الوطن نعم بالضبط اللي هو المواطن ساكن مقيم خارج البلد يقدر يراجع السفاره جيد وهي اصلا وكالة استمارة الحصول على الشهادة موجودة بالسفارة نعم ياخذون بصمة ابهامة ويسوون نعم. شهادة حياة وكالة نعم. خاصة ويدزوها على طريق الخارجية جيد وتصدق من قبل الخارجية وتتحول لنا نعم ويجيبها الوكيل القانوني الوكيل احنا دورنا ندققها اذا كانت مستوفية شروط نمنح الشهادة جيد إذن اجراءاتها بسيطة بسيطة جدا اجراءات بسيطة اليوم شهادة اجراء شهادة الجنسية أبسط بكثير من السابق صراحة تسهيلات كثيرة هواية والله نعم هواية من خلال مديرية الشؤون الجنسية هي قامت بهاي الإجراءات التسهيل إجراءات الحصول على الشهادة من ضمنها بطاقة السكن هي بطاقة السكن من أو المستمسكات المطلوبة بالحصول على الشهادة الجنسية العراقية نعم فصارت تسهيلات بها هواية تسهيلات كثيرة شاهدناها وراح أتحدث عنها لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال ألو صباح الخير استاذ صباح الورد اخي الكريم اهلا وسهلا من معي عفوا يحفظكم ان شاء الله يوفقكم خدمة العراق ربي يحفظكم ويوفقكم ويمكننا التقديم ابسط الخدمات لناسنا واهلنا وهذه حقوقكم تفضل منو معاي ان شاء الله علي جبار موسى اللامي من محافظة ميسان علي جبار موسى اللامي من محافظة ميسان الحبيبة اليوم شمال العراق وجنوبه اليوم سعداء جدا باتصالاتكم ناسنا وهن أهلا وسهلا بك تفضل سيادتكم مقدم أنا تغيير لقب استاذ في يوم 27/5/2022 راح أختصر لك الأمور 27/5 اليوم أنت قدمتها على الرابط الإلكتروني اي نعم استاذ لا حاليا تغيير الالقاب والاسماء مثل ما جاي يبلغني طارق منسق البرنامج من الكنترول تقديم مباشر تراجع لي مديريتك في ميسان بعد ما يحتاج تقدم طلب الكتروني او تنتظر مسج
والله يا استاذ يعني راجي مساعدتكم، لان قبل نص ساعه انا رحت مدرسه البطاقه الوطنيه رجعوني قال الا تقدم على التقديم الالكتروني. قلت لهم يابا انا ترى تقديم فتحه تقديم مباشر. نعم تقديم مباشر مفتوح، تتوجه للسيد العميد حسن مدير جنسيه ميسان، راح اتصل به طبعا. تقدر تبقى وياي بالجو؟ الله يوفقك استاذي. والله عميد حسن راح اتصل به مباشر بالجو طارق من تليفوني الخاص، لان التليفون مشغول بالنسبه للاذاعه وتغيير لقب مو؟ اي والله استاذ، من اللامي الى الشمري. جيد ان شاء الله حاول احصله، تعرف فتره الزخم يعني 12 الا ربع. سيد العميد والله سيد العميد يتجول على المواطنين بس اكيد يسمعنا. صباح الخير سياده العميد. صباح الخير. طبعا معك برنامج الجنسيه والمواطن وتليفوني حفظته لان احنا حافظين اسمك بالقلب. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك سياده العميد، طبعا نحييك ونبارك بجهودك وكادر جهود جنسية ميسان الحبيبة عميد حسن مدير جنسية ميسان. أشكرك بارك الله فيك. معي أحد المواطنين من محافظة ميسان الحبيبة علي جبار موسى اللامي. نعم. مراجع لتغيير اللقب. نعم. فقالي له حجز إلكتروني، نريد مساعدتك. إن شاء الله يجي وما قصر إن شاء الله. هو مقدم على البطاقة، مقدم كان من شهر الخامس على الرابط الإلكتروني، تعرف أصبح ضمن صلاحياتكم. نعم. الله يبارك فيك سيادة العميد. إن شاء الله يجي وما قصر. والنعم منك، وإن شاء الله تأخذ لنا صورة ويا المواطن أثناء إنجاز معاملته وترويجها. شكرا لك، أخذنا من وقتك، ومرة أخرى شكرا لتواصلك معنا بالبرنامج. دائما أنت تقدم الخدمات للمواطنين من خلال برنامجنا، وهذه إشادة تستحقها سيادة العميد. إن شاء الله أنا بخدمة الجميع. الله يبارك فيك، شكرا لك، ما ناخذ من وقتك سيادة العميد. شكرا، مع السلامة. الله يبارك فيك العميد عميد حسن حميد مدير جنسية ميسان، شكرا لانضمامك إلينا في برنامج الجنسية والمواطن. علي جبار سمعتني؟ انقطع الاتصال ويا علي. إذن علي كان متابع البرنامج وعلى اتصال مباشر معنا، اتصلنا بالسيد العميد حسن حميد مدير جنسية ميسان، واللي وجه بأنه يستقبل المواطن وإن شاء الله يروج له معاملته بشأن تغيير اللقب. عاود الاتصال. الو الو علي، احنا كنا بالجو مع سياده العميد حسن حميد مدير جنسيه ميسان، تتوجه له ان شاء الله وتبلغ تحياتنا، كنا بالجو معه ويقول حاضر وممنون راح يروج لك معاملتك. حاضرين العيون الساهرة إن شاء الله، ويحفظكم ويستر عليكم إن شاء الله. هذا واجبنا وإحنا حاضرين إليك ولكل ناس نواهنة. والله تسلمون والله تسلمون. تبلغ تحياتنا الناس نواهنة في ميسان الحبيبة. الله يبارك فيك. الله يعزك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. شكرا شكرا مرة أخرى لسيادة العميد حسن حميد مدير جنسية ميسان على سرعة الاستجابة. شكرا مرة أخرى للسيد العميد خالد عوني مدير جنسية نينوى أيضا لسرعة الاستجابة. فسيادة العميد يعني خاف نتصل بك بالبرنامج. لا أنا حاضر. نتمنى أنت جاي تشوف الإجابات. الناس متفاعلين جدا وهذا أبسط حق من حقوقهم. هذا واجبنا. هذا أكيد طبعا. خالد مخرجنا الحبيب جاي يبلغني أنه السيد اللواء الدكتور سعد معن إبراهيم المحترم مدير دائرة العلاقات والإعلام متابع للبرنامج ويبلغ تحياته لكل المستمعين والمتابعين، ويثني على جهود الأخوان مدراء الجنسية اللي اتصلنا بيهم في نينوى، السيد العميد خالد عوني والسيد العميد حسن حميد مدير جنسية الموصل لميسان مدير جنسية ميسان لسرعة الاستجابة لمناشدات ناسنا وأهلنا. ونقول إن شاء الله هذا البرنامج دائما وأبدا هو لخدمة المواطن وحسب توجيهاتك سيد الكريم السيد اللواء الدكتور سعد معن إبراهيم المحترم. إذن سيادة العميد نعود لنتحدث عن موضوع آخر. تحدثنا عن آلية العمل، أبناء المواطنات العراقيات من العرب والأجانب اللي زوجها عربي أو أجنبي الجنسية،
كيف يحصلون على شهادة الجنسية العراقية؟ والله يا عميد مناضل، هذا الموضوع هي اختصاص شؤون الجنسية بالتأكيد قسم التجنس. إذن من حاليا وفق القانون من حقه، من حقه، من حقه بالضبط، من حقه يحصل على نعم نعم. البث ما موجود عندي، قلت لك تابع البث المباشر موجود، يعني الظاهر عندي إشكال بال نعم 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 سيادة الأمير. إذا كانت الأم عراقية يعني بإمكانها يحصل على أولادها يحصلون على الجنسية العراقية استنادا على شهادة الأم. شهادة الأم بالضبط، هاي حسب معلوماتي، بس يعني المعلومات الأكثر والأدق هي من قسم التجنس بشؤون الجنسية. كل من ولد من أب أو أم عراقية هذا حسب القانون الجديد، نعم بإمكانه أن يحصل على حسب القانون الجديد رقم 26 سنة 2008 جيد. من أب أو أم بإمكانه أن يحصل على شهادة الجنسية العراقية، نعم، وهي أساس إثبات رعوية، إثبات رعوية الماض. موضوع إثبات الرعوية شنو موضوع حدثتني عنه بالبداية واضحة للمستمعين والمتابعين؟ إثبات الرعوية بالنسبة للدوائر البطاقة الوطنية، نعم، يعني بدل ما يجي يريد شهادة نصدر الشهادة احنا نختم له على الاستمارة، استمارة الحصول على البطاقة الوطنية، نختم له بإثبات رعوية، نعم، على أساس شهادته أو شهادة أحد ذويه، والده والدته أحد جاي. أشقائه، بدون ما صدر له شهادة، نعم، بدون ما يحصل على الشهادة. لا بدون ما يحصل على الشهادة تنظم له كتاب لشؤون الجنسية. لا هي استمارة مال استمارة من يمكم تكون استمارة. من هو المواطن اللي يترسل لمديرية شؤون الجنسية؟ مديرية شؤون الجنسية إذا كان الشخص متوفي وراجع أحد ذويه، نعم، يريد يوفي هذا ما عنده شهادة أو عنده شهادة جيب بغداد، فهذا ننظم له كتاب، نعم، بالإضافة إلى صورة قيد، وننظم له كتاب بيان رعوية ونحيله إلى مديرية الشؤون الجنسية. جيد. وبدورها مديرية الشؤون الجنسية جاوبنا بكتابه، وهذا نعتمد عليه. هذا الإجراء أيضا إجراء بسيط، بسيط يعني. بسيط جدا. هناك ما يلقى عراقي لمديرية الشؤون الجنسية، طلعون أوليات عائلته والده كذا. موجودة الأبواب. تحقيق ابتدائي إذا. نعم. يعني. أولي وإجراءاته بسيطة جدا يعني. إجراءات بسيطة مو معقدة. لا أبد أبد. أيضا كتب أخرى تردكم يمكن من دار التسجيل العقاري. من دوائر التسجيل العقاري. كيف تتعامل من ضريبة من المحكمة. كيف تتعامل مع صحة الصدور بنفس اليوم تنطبع وتدرسل ويا بيد المعتمد. بيد المعتمد خشية التلاعب بها يعني. بالضبط والتأخير، نعم. يعني المواطن هم شغلته وعقاري أو أي دائرة يقول لك بعض الدوائر قد تتأخر الإجابة وما تتأخر بنفس اليوم تسلم تحت إشرافك شخصيا، شخصيا تتوقع وتنطبع الكتاب وعلمه هو موجود المواطن وتنطي رقمه وتاريخ يراجع عليه تاريخ أو المعتمد يوديها بنفس اليوم، نفس يومين جمعا في وقت معين. بالضبط. اللي يجيك الظهر ثاني يوم راح تروح كتابة أو كتب نفس اليوم تروح، يعني إذا دوائر قريبة مثلا. أنتوا أكيد دارة التسجيل العقاري قريبة عليك بالمحمودية، كلها قريبة عليك، فتروح بنفس اليوم. نفس اليوم، وهذا أيضا يحسب لكم، واختيار المعتمد من العناصر الجيدة يجب بالضبط. أن يكون بالضبط. هذا أكيد، لأن هذه سمعة دائرة وكل أبطال يعني صراحة منتسبين، والله ما يقصرون كلهم وكل المنتسبين يعني عموما. جيد، هذا أيضا موضوع مهم جدا، أنه تعرف أنه المواطن من يراجع يشوف المدير يوجهه يقول له انتظر راح أختم لك، راح أنطيك رقم وتاريخ تراجع. أنت بعد يعني نهيت كل أي سلبية قد تطرأ. لا أهم شيء حسب الضوابط والتعليمات، يعني إذا أكو أي نقص هو هم المراجع يتفهم الموضوع، إحنا نحاول ما نقصر وياه ونفهمه بكل شيء يعني. جيد. حتى إذا كان بها خلل أو نقص يعني نفهمه بكل السبل. جيد، هذا يعني. هذا إجراء جيد. بشكل عام الزخم خف عليكم من بديتوا تشتغلون بموضوع البطاقة الوطنية، من بدأ العمل بالبطاقة الوطنية؟ هواية يعني تنفستوا يعني؟ لا والله، بس يعني قلت لك هم مراجعين البطاقة الوطنية هم علينا، هم يجي ختم أو أي شيء يعني، نعم، أو صحة صدور يعني. أكيد، وضمن كوادركم متواجدين بالبطاقة الوطنية، هم اللي ضباط شهادة بالبطاقة الوطنية الإثبات الرعوية أو للمواطن، هم يتصلون علينا أو يدز كتاب تأييد أو يختم يمكن بالضبط. حسب معلوماتي يختم للمواطن من يبلش بمعاملته بالضبط، ويحتاج أنه يدز صحة صدور يعني أو تأييد، نعم،
جيد. احنا طبعا الوقت ادركنا، الحديث معك جميل جدا وانت انسان مميز وراقي. خلينا ناخذ اخر اتصال قبل نختم الحلقه. انقطع الاتصال؟ جيد، انقطع الاتصال. احنا نقول راح نتابع مناشداتكم عبر البث المباشر، وايضا كل من يتصل بنا ان شاء الله نقدم له الخدمات المباشره من خلال اتصال بذوي الشان والاختصاص، ومثل ما شاهدتوا ما يقصرون معانا. شكر وتقدير طبعا لهم ولكل من اتصلنا بهم ولكل مستمعينا تابعونا ولمخرجنا الحبيب خالد الحجامي وايضا منسق البرنامج الدان طارق المندلاوي. شكرا لك سيادة العميل مرة أخرى، مسرورين بحضورك وتلبيتك الدعوة، وتشرفنا بتواجدك معنا اليوم في إذاعة وزارة الداخلية في برنامج الجنسية والمواطن. الله يسلمك، شكرا لك، توفيق الدعم إن شاء الله، الله يبارك بك. أما أنتم أحبتي المستمعين والمتابعين، فشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألتقيكم في حلقات مقبلة، دمتم وفي حفظ الرحمن. الجنسية والمواطن، الجنسية والمواطن، برنامج أسبوعي مباشر، برنامج أسبوعي مباشر يعنى بأهم الأمور والمعوقات في الجنسية والبطاقة الوطنية، شهادة الجنسية وجواز السفر. الجنسية والمواطن، برنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد الساعة 11 صباحا من إذاعة الداخلية. الجنسية والمواطن.